مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مساء دي ام سي. النهارده شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمه العالميه للحكومات اللي بدات فعاليتها في دبي في الامارات، وهي القمه اللي بتجمع تحت مظلتها نخبه من قاده الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الافكار والمختصين في الشؤون الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه من مختلف دول العالم. مشاركة الرئيس في هذه القمة بتأتي في إطار كون مصر ضيف شرف هذه النسخة هذا العام. الرئيس السيسي عقد اليوم كمان عدد كبير من اللقاءات على هامش القمة وشارك في عدد من الجلسات المهمة. الرئيس التقى اليوم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، وشهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين على كافة الأصعدة، بما انعكس إيجابيا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا الأولية. أيضا التقى الرئيس السيسي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحث في اللقاء وتم استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي في ضوء برنامج التعاون ما بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشادت مدير الصندوق بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب للتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. أيضا رئيس السيسي شارك في الجلسة الرئيسية بالقمة العالمية للحكومات، وتحدث خلالها الرئيس على عدد من القضايا، وتحدث عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وشقائها العرب، وكذلك التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية. اللي أنا بأكده هنا إن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات، في السعودية، في الكويت، اللي أنا بتكلم عليه لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. فالبعض استنى يا فيصل، فخامة الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية. خلينا أكلم نفسي. تفضل تفضل فخامة الرئيس. خليني أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا كلنا. أبدا. إحنا كان في من ضمن الكتاب كان بيقول إيه، عايزين نشيل من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقول له ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، فإحنا إخوة إخوة. فدي كانت أول نقطة مضيئة، كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد، مش بس مصر، أي دولة عربية أخرى. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بحضرتك. مساء الخير لحضرتك. مساء النور. الأول، كيف تابعت حديث السيد الرئيس عن مساعدة الأشقاء سواء في السعودية والإمارات والكويت للدولة المصرية؟ بكل تأكيد أعتقد حديث اليوم كان حديث مشهود تكلله كثير من النجاحات في مسيرة العلاقات المصرية الإماراتية والعلاقات المصرية الخليجية بصفة عامة، باعتبار أن هناك مجموعة من الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وتعديلات الأبعاد للأشقاء في الإمارات ودول الخليج من حيث رفعة المكانة في مستوى العلاقات والتنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي، وحتى فيما يتعلق بمواقف المشرفة لدول الخليج في مساندة ودعم مصر في كثير من بعض التحديات التي واجهتها بعد 2013، باعتبار أن حديث الرئيس اليوم حمل كثير من التقدير والتثمين لمواقف تلك الدول العربية الخليجية في مؤازرة مصر ومساعدة مصر على تخطي كثير من التحديات التي كانت تواجهها مثل كثير من دول الإقليم في سنوات ما يعرف بثورات الخريف العربي التي أدت إلى حالة من التراجع والخلل في المشهد العربي بشكل عام. بكل تأكيد حديث الرئيس لا تنقصه الصراحة، وجه كثير من رسائل التقدير للأشقاء، وأعتقد أن هذا كان حديث يتسم بكثير من الصراحة والوضوح، وربما فيه كثير من بعض المواقف التي تطرح لأول مرة ونسمع عنها ونتلقاها من قبل السيد الرئيس فيما يتعلق بمضمون المساندات والمؤازرة من قبل أشقاء في دول الخليج لمصر، حتى استطاعت أن تقف على قدمين ثابتين وجهت كثير من التحديات بقوة وبسالة بغطاء وحاضنة خليجية في المقام الأول، الأمر الذي من شأنه أن ساعد مصر كثيرا على المرور نحو مستقبل الازدهار والاستقرار
سقطت السنوات التسع الماضية وغيرت المعادلة في الإقليم لصالح تكافل العلاقات المصرية الخليجية من أجل توفير استحقاقات الأمن القومي الخليجي والأمن القومي المصري والعربي. كل تأكيد حديث اليوم اجتمع على كثير من بعض الرسائل الإيجابية التي سوف تلعب دورا إيجابيا أيضا في المستقبل القريب في تعاظم وتعزيز وعمق العلاقات المصرية الخليجية مع الإمارات ومع المملكة العربية السعودية ومع الكويت ومع الأشقاء في الخليج، نظرا لأن الرئيس تحدث من القلب ووصل حديثي إلى الأفئدة والعقول من قبل الحضور سواء في دبي وفي الإمارات وحتى في دول الخليج وهنا في مصر لتبيان وتوضيح كثير من المواقف والتحديات التي واجهتها مصر في السنوات التسع الماضية، واستطاعت بكثير من الخطط الثابتة أن تلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات الولوج إلى مستقبل أفضل، يلعب دورا كبيرا في توفير الاستقرار للشعب المصري، خاصة أن كثير من المواقف التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم ثبتت باليقين أن الدولة المصرية كانت في طريقها إلى مواجهة تحديات بالغة الأهمية تؤدي أو أدت في لحظة ما إلى توفير شكوك أو كثير من المواقف السلبية، لكن الرئيس والقيادة المصرية بالتعاون مع الأشقاء استطاعوا أن يوفروا كثير من ركائز الاستقرار في مصر، وأيضا لعبت مصر دورا كبيرا في إمكانيات أن يكون لديها علاقات عربية خليجية وعلاقات عربية عربية في الإقليم تؤدي إلى أن يكون هناك بقورة لتوفير استحقاقات التعاون والتلاقي بين الأشقاء بكثير من القوة والصلابة التي أدت إلى أن يكون هناك مستقبل مزدهر في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب ومستقبل واعد لمصالح الشعبين عبر مجالات التنمية ومسارات الإصلاح الاقتصادي ومسارات التعاون العسكري والأمني عبر المناورات المشتركة التي أدت إلى توفير استحقاقات الدعم للقوة العسكرية العربية في مواجهة تحديات الإقليم من ناحية وأيضا فرض الرؤية العربية المصرية الخليجية على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالقضايا الكبرى حتى على المستوى الدولي، باعتبار أن تلك الرؤية لعبت دورا كبيرا في توفير التفاهم المصري الخليجي الإمارات السعودي نحو مستقبل أدى لأن يكون هناك حماية لمقتضيات الأمن القومي العربي على مدى 9 سنوات استطاعت فيها المنطقة ومصر ودول الخليج أن تواجه هذه الصعاب بكثير من الطلاق المشترك وأيضا التوافق في الرؤى والأفكار وأيضا تشكيل حاضنة لمستقبل متين وسياج حامي هذه العلاقات نحو اندفاعات قوية. بمناسبة حديث حضرتك على فكرة الأمن القومي العربي، كيف تصف أهمية العلاقات المصرية السعودية بالتحديد لدعم الأمن القومي العربي في المنطقة؟ كل تأكيد هناك تاريخ طويل أعتقد على مدار 100 عام من التفاهم والانسجام والتماهي والتعاظم في مسألة العلاقات المصرية السعودية بلغت ذروتها في 9 سنوات الماضية بعد عام 2014 استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدخل كثير من نقاط التفاهم والتلاقي وتوسيع رؤى التفاهم مع المملكة العربية السعودية نحو رسم خريطة مستقبل العلاقات تتمتع بكثير من الخصوصية والعمق على مسار العلاقات الأسمى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط في العالم العربي تحديدا، باعتبار أن البلدان يمتلكان المقومات ومنات القوة والحضور والاشتباك السياسي والدبلوماسي وأيضا التعاون المشترك لمواجهة كثير من هذه التحديات، وبالتالي المواقف المشتركة للبلدين في السنوات الماضية وعبر التاريخ الطويل تؤهل هذان البلدان ليلعبان دورا كبيرا باعتبار العمود الفقري والأساسي والركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير الاستدامة لمستقبل واعد في هذه العلاقات في ضوء الرؤية المتطابقة والتفاهم المشترك وأيضا التلاقي والاندماج والانسجام نحو رسم خصوصية لمستقبل علاقات واعد بين القاهرة والرياض في السنوات 9 الماضية وما ينتظرهم المستقبل واعد في توفير استحقاقات التعاون في مجالات المشروعات المشتركة والاستثمارات الكبيرة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتنموي باعتبار أن البلدان يمتلكان رؤية موحدة هي رؤية 2030 يسيران بالتوازي نحو توفير التنمية مستدامة للشعبين وللبلدين بما يؤدي إلى تعزيز فرص النجاح في إقليم الشرق الأوسط وفي الإقليم العربي باعتبار أن البلدين يمثلان الركيزة الأساسية ويتمتعان بكثير من حصوص التوافق والتلاقي التي تنعكس إيجابا على مستقبل الأمن القومي العربي. البلدان بما لديهم من قوة ومؤهلات يستطيعان رسم خريطة النجاح على المستوى الاقتصادي والتنموي وتوفير الرؤية المشتركة ليس فقط داخل الجامعة العربية لكن حتى داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، وكثير من هذا التنسيق لعب دورا كبيرا في تغيير المعادلات لصالح أمن واستقرار منطقة الخليج باعتبار أن القاهرة ورئيس عبد الفتاح السيسي لديه ركيزة أساسية في خطابه أن الأمن القومي الخليجي هو جزء أصيل وجوهري من الأمن القومي المصري وهو خط أحمر، وهناك رسائل على مدار 9 سنوات الماضية
تقبلها الأشقاء في الخليج وفي السعودية كثير من الثقة والموثوقية في جدارة واستحقاق الموقف المصري بتوفير دعائم الاستقرار وأيضا توفير النجاحات في مستقبل بعد هذه العلاقات. أيضا الرئيس تحدث خلال كلماته اليوم عن الأقلام والأفكار المغرضة اللي بتؤثر على سلامة العلاقات ما بين مصر والسعودية، كيف تصف هذه الأفكار أو ما أثير عندها ومدى تأثيره أو يعني كيف ممكن أن يؤثر على متانة وقوة علاقات ما بين مصر والسعودية؟ أعتقد في جلسة المرة الأولى يوم الخميس الماضي خلال افتتاحات مجموعة من المشروعات في مدينة السادات، الرئيس وجه هذه الرسالة للجميع في مصر والمملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي. عاد اليوم للتأكيد على ثبات تلك العلاقات وثبات هذه العلاقة، وأنه طالب الجميع في القاهرة والرياض وفي حتى في المنطقة العربية أن يكون لديهم درجة كبيرة من الحذر فيما يتعلق بتلك الأقلام وأيضا مواقع التواصل وتبسه من سموم لدي هدف التشكيك في مستقبل هذه العلاقات أو حتى في جوهر وصلابة هذه العلاقات المصرية السعودية. أعتقد تأكيد الرئيس اليوم في هذا المؤتمر وهذا المحفل العالمي الكبير وهي قمة الحكومات العالمية في دبي أمام الحضور كوكبة كبيرة من الحضور من دول الخليج والدول العربية ومصر، يؤكد حرص الرئيس على استمرار واستدامة حيوية وديناميكية العلاقات المصرية بحالة من التشابك وحالة من التلاقي وحالة من الترابط والحفاظ على جوهر وخصوصية هذه العلاقات بعيدا عن أي محاولات مرفوضة ومشكوك فيها باعتبار أن البلدان يمثلان رمانة الميزان لتعزيز الأمن القومي العربي، ويجب أن يكون قطع للطريق على هؤلاء المفسدين الذين فشلوا في النيل من عضد الدولة المصرية أو متانة العلاقات المصرية السعودية للحفاظ على صلابة جوهر هذه العلاقات وتسمينها وأيضا تنميتها في كافة المسارات في المرحلة القادمة. تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء المأجورين قد بلغ مداه ووصل بنجاحات إلى عقول وأفئدة الجميع أنه مهما فعلتم من تشكيك أو محاولات النيل أو الرأي من العلاقات هناك كثير من التحذير المواقف الكاسلة للبلدين تلعب دورا كبيرا في تغيير البوصلة المعادلة نحو مزيد من التماسك مزيد من الترابط مزيد من التلاقي باعتبار أن البلدين لديهم رؤية مشتركة من أجل الانفتاح والإصلاح والنجاح لصالح شعوب البلدين بما يعود بالأمن والاستقرار على دول الإقليم العربي ويرفع عن كاهلها كثير من هذه التحديات التي أدت إلى حالة من التخريف في السنوات الماضية. نجحت مصر مع السعودية في توفير الغطاء والحاضنة والدعم. بشكر حضرتك. الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. لولا وقوف الأشقاء في الإمارات في السعودية في الكويت اللي أنا بتكلم عليه، لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. خليني أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا كلنا. ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، فإحنا إخوة. كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد، مش بس مصر، أي دولة عربية أخرى. النقطة الثانية، نسقف لو سمحتوا. نسقف. طبعا يا رب يديم عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة. اللهم أمين. معنا على التليفون الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور عبد المنعم سعيد. أيوة مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا. النهاردة سيادة الرئيس في كلماته أكد على كلمة أو على مصطلح الأشقاء العرب، كيف ترى مساعدة الأشقاء العرب مع مصر وخاصة بعد 2011 و2013؟ يعني أنا عايز أقول إن الأستاذ طارق العشري بالحقيقة ما أشرف العشري ما قاله كان يعني كافيا في هذه النقطة، ولا يوجد لدي ما أضيفه إلا أن احنا نعود إلى المسيرة التي جرت خلال الثمانية سنوات الماضية.
يعني ما فعله الإخوة العرب في نهاية يعني ثورة بعد ثورة يونيو كان بالفعل نقطة تاريخية. لكن المهم ما جاء بعدها، لأنه أعتقد أنه اتخلق تيار عربي مشترك نحو الإصلاح الداخلي وبقوة شديدة، سواء حدث ذلك في الإمارات أو في مصر أو في السعودية أو في الكويت أو دول الخليج عامة ودول عربية أخرى مثل الأردن والمغرب، حدث فيها إصلاحات كبيرة داخلية خلال السبع ثمان سنوات الماضية، وقامت على شراكة أولا ذات طبيعة أمنية من ناحية مكافحة الإرهاب، الأمر الثاني أنه شراكة جيوسياسية لأنه جرت اتفاقية تخطيط الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبناء عليه أصبح في إمكان مصر إضافة مناطق كبيرة داخل البحر الأحمر لعملية التنمية الخاصة بها، بالإضافة لتأمين التنمية التي تتم في سيناء، بينما على الجانب الآخر السعودي على سبيل المثال بنجد أيضا عملية تنمية كبيرة تأخذ انطلاقة كبيرة في محافظة العلا الموجودة في الشمال الغربي للسعودية، فبالتالي تتكامل تماما مع التنمية الموجودة في مصر. وكما ذكر الأستاذ أشرف العشريوي أنه لا تهم في إطار رؤية مصرية قائمة على تنمية مصر لغاية 2030 وكذلك رؤية سعودية على الجانب الآخر، فهناك تكامل كبير في الجانب الاقتصادي في الجانب أيضا المتعلق بمواجهة الإرهاب، لكن أيضا أستطيع أن أقول بمواجهة تحديات إقليمية كبيرة أخرى. يعني يكفي مراجعة المناورات العسكرية التي تجري بانتظام شديد بين القوات البرية والجوية والبحرية المصرية وتلك السعودية تحت اسم مرجان بأرقام مختلفة 1 و2 و3 و4، هذه يمكن البحث فيها، وأن احنا نرى أن أيضا تجري مناورات زايد، هناك يعني تنسيق كبير جدا بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السعودية والإماراتية والدول العربية الأخرى في أوقات مختلفة من كل عام تقريبا، فهناك أبعاد كثيرة لهذه العلاقات ومصالح مشتركة كبيرة. لو نظرنا إليها ببساطة شديدة، الأرقام تقول أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لمصر، وكذلك الحال مصر شريك تجاري مهم للمملكة العربية السعودية. يوجد ما يقرب من 1,000,000 سعودي في مصر و 150,000 كويتي، ويوجد يعني مقرات كثيرة للعراقيين والسوريين داخل مصر. فإحنا عندنا مع دول الخليج ودول عربية أخرى علاقات بشرية كبيرة، المصريين يعملون في هذه المناطق بشكل كثيف للغاية، ويجب أن ننسى في كل الأحوال الرابطة المرتبطة بمكة والمدينة، وهي رابطة ذات طبيعة روحية كبيرة بالنسبة لبلادنا بشكل عام. فهناك الكثير من يعني نستطيع أن نقول من شرايين مهمة توجد بين الدول لا ينبغي إطلاقا أن نضعها موضع التساؤل. وللأسف الشديد أنه أنا شايف أنه كإعلام وكساسة أحيانا نعطي اهتماما لا يستحق أدوات التواصل الاجتماعي ومحاولات وأخطاء إعلاميين هنا أو هناك، لأنه العوامل الموضوعية والمادية بتقول لنا بصراحة شديدة أن الرابطة لا تنفصل وأنها قوية بشكل كبير ولصالح جميع البلدان المعنية. نعم، إذا يعني كما ذكر الرئيس فكرة أنه إذا كانت في بعض الأقلام أو بعض الأفكار أو حتى ما يكتب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، هل بترى أنه ده قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على علاقات بهذه القوة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية؟ لا ينبغي في رأيي خالص، يعني ومثل هذه الأمور تحدث في روابط تجاور أوروبية على سبيل المثال، أو تجارب موجود في شمال أمريكا يعني أو في شرق آسيا، في مناطق كثيرة من العالم مثل ذلك يجري ويحدث. أحيانا إحنا عندنا يبدو أن إحنا جداد شوية على هذه المسألة، وننسى أحيانا أن أي نوع من أنواع الفرقة هو في الحقيقة بيدعم أعدائنا جميعا. فيعني أنا شخصيا من النوع الذي لا أعطي لهذه الأمور اللي تجري في أدوات التواصل الاجتماعي أو محاولات إعلامية هنا هناك،
انها تؤثر على التحليل الموضوعي، لان التحليل الموضوعي هو الذي يربط بين الدول. هناك قائد في التجاره، في الاتصال، في نقل الكهرباء من مصر الى السعوديه والاردن وغيرها، ونقل الغاز من مصر الى دول عربيه. يعني انا اعتقد ان هناك علاقات متينه يمكنها ان تتحدى مثل هذه المحاولات التي امل انها تكون فاشله بشكل تام. نعم. بشكرك دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك. ليست مجرد علاقة وطيدة بين بلدين، لكن العلاقات المصرية السعودية هي أعمق من ذلك بكثير. العلاقة بين مصر والسعودية تمتد جذورها إلى عام 1946، عندما زار الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود أمة الدنيا في أول زيارة له عقب توحيد المملكة. حينها قال جملته الشهيرة: لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب. العلاقات المصرية السعودية القوية العريقة تلك نمت بقوة في السنوات الثمانية الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتخطى أفاق الدبلوماسية والسياسة إلى المصير المشترك والرؤية الموحدة، حيث وصل عدد الاتفاقات المبرمة بين البلدين منذ عام 2016 إلى أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون. كما تأسس مجلس التنسيق المصري السعودي تتويجا لهذه العلاقات، حيث تم توقيع أكثر من 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون بين البلدين في الإسكان والتعليم والزراعة والبترول والصحة، منهم مثلا اتفاقية تطوير القصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء. إنه تاريخ وواقع ومستقبل من العلاقات المشتركة التي كانت وستظل رابطة بقوة بين مصر والمملكة العربية السعودية. النهاردة أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارة لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في المدينة. المحلة الكبرى كما هو معروف من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتميزت يمكن على مدار التاريخ بصناعة الغزل والمنسوجات اللي بتحظى بسمعة عالمية كبيرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. يا دكتور أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الأول دايما كنا بننادي بدعم أكبر لقطاع الغزل والنسيج، وخاصة أن هو قطاع هام جدا جدا في الصناعة المصرية. بترى إزاي دور الدولة في دعم هذا القطاع، وده هينتج عليه بشكل إيجابي إزاي على الاقتصاد المصري؟ طب اسمحي لي في البداية الحقيقة يعني أسمن جهود دولة رئيس مجلس الوزراء والزيارات المكوكية الحقيقة اللي هي بتطوف أنحاء الجمهورية بهدف يعني إرسال العديد من الرسائل الإيجابية. أما زيارة النهاردة الحقيقة فكانت زيارة في غاية الأهمية من حيث التوقيت ومن حيث الهدف. من حيث التوقيت، التوقيت هام جدا، لأن النهاردة الدولة تنادي بتحديث الصناعة الوطنية، الاهتمام بملف الصناعة وتطويرها وتنميتها، باعتبار أن لا تنمية اقتصادية بدون تطوير الصناعة. والحقيقة اختيار مدينة المحلة وزيارة مصانع الغزل والنسيج النهاردة كان لها أهمية بالغة، وخصوصا أن هي بترسل رسائل إيجابية كتير جدا لمجتمع الأعمال وخصوصا الصناع. أهم رسالة الحقيقة أنا قدرت أراها من مشهد النهاردة الرسالة الاقتصادية، والرسالة الاقتصادية مفادها أن هناك جدية بالغة من الدولة لتطوير وتحديث الصناعات الوطنية، وخصوصا زي ما سيادتك تفضلت الصناعات التاريخية، الصناعات الراسخة في المجتمع المصري. صناعة الغزل والنسيج كانت على يعني مدار فترة طويلة تمثل حضارة مصرية عريقة، نعم، وصناعة تتميز بها مصر
وصناعة غزت بها العالم وكان لها أثار اقتصادية كبيرة جدا جدا. صناعة الغزل والنسيج باعتبار أن هي صناعة من الصناعات اللي بيشتغل فيها عدد كبير جدا من العاملين، وإحنا بنتميز بالنوها وزي ما بيقولوا، فإحنا عندنا العمالة المهرة وعندنا الفكر وعندنا القدرة على أن إحنا في فترة من الفترات كان هذه الصناعة بتتميز بأن إحنا زي ما بيقولوا واخدينها صناعة تكامل رأسي وتكامل أفق. نعم. تكامل رأسي بمعنى أن إحنا أخذناها من زراعة القطن حتى المنسوجات وغزينا فيها أسواق العالم كله. نعم. هذه الرسالة من هذه القلعة بتقول الدولة جادة في تحديث ملف الصناعة، رسالة طمأنينة إلى مجتمع الأعمال وخصوصا الصناع، وإن إحنا هذا الملف الدولة تهتم بيه اهتمام وده كان نعم وده كان المطلوب وكنا بنادي بيه طوال الوقت. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سليمان رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس النواب. النهارده بنحتفل باليوم العالمي للاذاعه، هذا اليوم اللي اعتمدته الجمعيه العموميه للامم المتحده في 12 فبراير عام 2011 باعتبار انه الاذاعه هي الوسيله الاسهل والاقوى للتواصل وهي منصه للحوار للجميع. اليوم العالمي للإذاعة بيتزامن هذا العام مع مرور 88 سنة على إنشاء الإذاعة المصرية، وهذا العام شعار الاحتفال هو الإذاعة والسلام. النهاردة هيكون معنا واحدة من أصحاب الأصوات الإذاعية المميزة، تشعر وأنت تستمع إليها بالكثير من السلام النفسي والهدوء، الخطاب المستنير. النهاردة معنا الدكتورة هاجر سعد الدين. دكتورة هاجر هي صاحبة التاريخ الكبير في إذاعتي القرآن الكريم والبرنامج العام، قدمت عدد كبير جدا من البرامج الإذاعية اللي دخلت كل البيوت المصرية زي موسوعة الفقه الإسلامي، دنيا ودين، فيض من نور، فقه المرأة، في ملكوت الله، وعدد كبير من البرامج، وهي أيضا أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول القاعدة الفقهية التي تقول مؤونة الملك على قدر الملك. ما زال حديثنا موصولا مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة حول أحوال ميراث بنت الابن. مسلمات حول رسول الله، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين. بعد أن تحدثنا عن أمهات المؤمنين في الحلقات السابقة، نتحدث اليوم عن غصن من أغصان بيت النبوة. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا على الهواء دكتورة هاجر سعد الدين رئيسة إذاعة القرآن الكريم سابقا. يا دكتور أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيكي وكل سنة وإنتي طيبة وجميع المشاهدين بخير إن شاء الله. وحضرتك بألف خير. كان حضرتك شرفتينا قبل كده في الاستوديو برضو، كنا بنتحدث عن الإذاعة ودايما يعني الناس بتبقى عارفة انه الإذاعي بالتحديد بتبقى مرتبطة بشكل كبير جدا بصوته وبأدائه وبطريقته زي ما شفنا في التقرير. حضرتك بقى ارتبطتي ازاي على مدار فترة عمل حضرتك الطويلة داخل الإذاعة المصرية؟ والله أنا أول ما اشتغلت طبعا اشتغلت في البرنامج العام وقدمت أشرفت على أحاديث الصباح اللي هي الدينية وأحاديث السهرة المسائية
وكان أول برنامج ليا هو كان برنامج دنيا ودين، وبقدم فيه آية قرآنية وبنفسرها تفسير ديني وبنوضح الدلالات العلمية اللي موجودة فيها. وبعدين توالت البرامج، وكان من أهمها في البرنامج العام رأي الدين، وكان برنامج يومي وبيرد على جميع أسئلة المستمعين اللي كانت بتوصلني عن طريق طبعا الرسائل والجوابات اللي كانت موجودة، ما كانش فيه أي وسيلة اتصالات في ذلك الوقت إلا هذه الرسائل يعني. وبعدين انتقلت إلى إذاعة القرآن الكريم 95، وبفضل الله توالت البرامج، عملت برنامج فقه المرأة في رمضان، وعملت برنامج موسوعة الفقه الإسلامي، أعلام خفاقة في سماء الفقه الإسلامي، اهتميت طبعا بإبراز دور المرأة المسلمة في بداية الرسالة، فعملت برنامج مسلمات حول الرسول، عملت برنامج نساء ذكرنا في القرآن. نعم. يعني على قد ما قدرت حاولت ان انا يعني اقدم تنوع. صورة مشرقة ومشرفة للمرأة. دكتور هاجر، يعني مع كل الوسائل الموجودة حاليا، فكرة مش بس بقى تلفزيون، في تلفزيون وفي منصات مختلفة، منصات إذاعية غير تقليدية، منصات لبرامج لأفلام لمسلسلات وحاجات كتير جدا يقدر الناس تتواصل عن طريقها وبشكل يومي. هل تعتقدي أنه الإذاعة ما زالت في قلب وعقل المستمع كما كانت، ولا تراجعت شوية في السنوات الماضية؟ لا، أعتقد أنها ما تراجعتش، وإن شاء الله مش هتتراجع، لأن الإذاعة عموما لها بريقها، لها أسلوب أخاذ في لدى المستمع. هي بتخاطب العقل، بتخاطب الوجدان، بتخاطب الخيال، بتدي فرصة كبيرة جدا لخيال المستمع. الإنسان بيسمعها في كل وقت، في وقت شغله، في وقت عمله، في وقت ان هو ماشي مش عايز تركيز معين عشان يفهم المعلومة. ايضا هي يعني في برضو ناس كتير جدا ما يعني بيعتبروا وسائل الاتصال الاخرى تعتبر تكنولوجيا بالنسبة لهم، فبالنسبة للإذاعة هي وسيلة سهلة ومبسطة لتوصيل ما يمكن توصيله لدى المستمع. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة هاجر سعد الدين، رئيسة إذاعة القرآن الكريم سابقا، ومرة تانية كل عام وحضرتك بألف خير. قبل بس ما نطلع لفاصل، خلينا نروح سريعا نشوف زميلتنا شريهان حسن بتعمل ايه في مدينة راس البر، اللي هي واحدة من أجمل المدن الساحرة اللي ليها كمان طبيعة خاصة في شمال مصر، وهي دائما بتكون قبلة لعشرات الآلاف من الزوار بشكل سنوي، واحدة كمان من أشهر وأقدم المصايف في مصر. شريهان، مساء الخير. مساء الخير يا إيمان، ومساء الخير على كل مشاهدين دي أم سي. زي ما قلتي، إحنا في مدينة الذكريات، أجمل مدن المصرية هي مدينة راس البر اللي دايما بتشهد أعمال تطوير مستمرة. إحنا هنا واقفين في شارع النيل، وهو يعتبر من الشوارع الرئيسية والمهمة اللي بتشهد أعمال تطوير زي ما قلت في مدينة راس البر، كان آخرها 2019 و2020. الشارع ده بيمتد طوله لتقريبا 1 كيلو، في آخر الشارع في اللسان اللي فيه فندق 5 نجوم، يعتبر هو الفندق الأول في منطقة الدلتا، اللي ساعد كتير جدا في استعادة بريق مدينة راس البر. كان زمان طبعا احنا عارفين ان المدينة كان ليها زوار كتير جدا، وكان اهمها الطبقة الارستقراطية في العهد الملكي بعد الحرب العالمية الاولى، حرمانهم ان هم يسافروا في دول اوروبا، فبدأوا ان هم يتجهوا على مدينة راس البر. وكمان كان اهم المشاهير اللي بيجوا هنا كانت السيدة ام كلثوم، وكمان مدينة راس البر وشواطئها شهدت على اعظم قصص الحب اسمهان والكاتب محمد التبعي. يمكن حظنا النهاردة برضو ان مدينة راس البر بتستعيد بارقها زي ما قلت، واصبحت مزار سياحي مهم جدا. النهاردة كان بيتم تصوير مشاهد من مسلسل الفنانة الجميلة يسرى اللي هيتم عرضه في رمضان. زي كان ما كان بيتصور عندك في راس البر، ها؟
في راس البر في المكان اللي احنا واقفين فيه تقريبا. انا اصلا شايفه مشاهد يا شريهان من الكاميرا، واضح ان انتوا صورتوها يعني من شويه لانه كان لسه في شويه نور، في مشاهد ثانيه في الصبح، في ناس وفي حركه وفي ناس موجودين، رغم انه دايما معروف انه شويه المناطق اللي هي مصيف او على بحر الجو اكيد عندكم تلج واضح، بس في ناس صح؟ الجو حلو طبعا، هو الجو فيه لسعه بروده خفيفه بس يعني لسعه بروده ممتعه، يعني الجو هنا حلو قوي تقريبا. انت لو هتقعدي بنشوف هنا البيوت او العشش بتتكون بالكثير من ثلاث طوابق، واحنا قاعدين بنشوف النيل قصادنا وبنشوف عزبه البرج اللي هي من اكبر المناطق اللي بتصنع البواخر والسفن واليخوت في مصر ووصلت كمان للعالميه. المشهد هنا حلو جدا يا ايمان. زي ما قلت لو هنرجع شويه لزمان، مدينه راس البر تم فيها هنا اتمثل فيلم اجازه صيف للفنان حسن يوسف، وكمان بعض من مشاهد فيلم الله. الباب المفتوح، وكمان كان زي ما قلت مش بس الفنانه يسرى بتصور هنا، كان في كمان من يومين الفنانه منى زكي صورت في دمياط، وكمان في بعض مشاهد مسلسلها اللي هيتعرض في رمضان اتصور هنا برضو في مدينه راس البر تقريبا في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه. شايفه طبعا النهاردة تاني يوم أيام الدراسة وكل الناس تقريبا رجعت لبيوتها استعداد للدراسة المدارس والجامعات، بس زي ما احنا شايفين الصورة الناس كلها هنا بتتنزه ومبسوطة جدا بالمظاهر اللي احنا شايفينها. عايزة اتكلم برضو من أهم مشاهد التطوير اللي حصلت هنا في شارع النيل سنة 2019 و2020، هو توحيد الوجهات للمحال والمحال التجارية والكافيهات والمطاعم يا إيمان. أنا بشكرك شريان حسن من راس البر، قدمت لنا صورة عن المكان، وواضح طبعا كمان أن الجو برد هناك زي الحال في كل المحافظات. شكرا يا شريان. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل النهاردة عندنا فقرتين. الفقرة الأخيرة النهاردة هتكون ضيفتنا نجمة كبيرة، هي نجمة كبيرة بشخصيتها وبعملها وبكلامها وبتاريخها الكبير. النهاردة هتكون ضيفتنا الفنانة الكبيرة شهيرة، هي يمكن مقلة في الظهور وفي الكلام، لكن لما بتطلع وبتتكلم الناس بتحب تسمعها، لأن هي مش بس بتتكلم بقى في الفن وتاريخ الفن والحاضر الفن، لكن كمان إنسانيا بتتكلم في إنسانيات كثيرة. هتكون النهاردة معانا في فقرة حلوة زيها شهيرة. أما بعد الفاصل مباشرة هيكون معانا كمان فقرة عن بنك الطعام المصري. بنك الطعام المصري بيقدم عدد من المبادرات والجهود المهمة يمكن على مدار 17 سنة اللي فاتت، بيقدم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا. كمان أطلق قبل أيام الأول مرة يمكن يعني في تاريخ البنك برنامج جديد لمواجهة التقزم، وده يمكن موضوع كنا اتكلمنا عليه قبل كده. هنشوف ازاي هيقدروا يعملوا ده، وخاصة انه عملوا عنوان حلو قوي اسمه فرصة أولى. هنعرف تفاصيله من ضيوفنا اللي هيكونوا معانا بعد الفاصل، وهنتكلم كمان عن دور بنك الطعام واستعداده كمان واحنا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان الكريم. طبعا احنا كلنا نعرف ان المستقبل الاستثمار المستدام في 30 سنة القادمة متركز على افريقيا، ومصر كدولة محورية في افريقيا ودولة لديها موانع البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، ولديها منطقة لوجستية وقناة سويس جديدة وقديمة، ولديها بنية تحتية جاهزة الى ان تكون بوابة العبور من افريقيا الى كل دول العالم. فاحنا منظمين مؤتمر يبحث زيادة حجم التبادل التجاري البيني داخل القارة الافريقية. مصر هي الدولة الافريقية الاولى في افريقيا وشمال افريقيا من ناحيه جذبها للاستثمارات الدوليه مباشره، ومن ناحيه الدخول في شراكات دوليه او السماح لمرور المنتجات الافريقيه الى كل دول العالم، خاصه بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي بتواجه ازمه غذاء وتواجه ازمه طاقه. المؤتمر ده مدعو فيه جميع الشركات للاستثمار والاتجاه ناحيه افريقيا، لان ده فرصه لجذب الدولار لمصر، وفي كمية مستثمرين موجودين هنا حاليا متواجدين في المؤتمر، وسفراء من أفريقيا لبحث التنمية في أفريقيا وزيادة الاستثمار. احنا في ظل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامته ورعايته للمؤتمر دوت، ان احنا نفتح مجالات مع أفريقيا
احنا بالفعل فاتحين كسعودي كيبل، فاتحين في موريتانيا، فاتحين مع السنغال، بنفتح في الكاميرون حاليا. توجهاتنا ان احنا بنية تحتية بالكامل بنقوم بيها، بنساعد على بند التصدير وتعريف الدول الافريقية ما مدى قوة المنتجات المصرية. انا كلايف كوتشنج او دكتوره في علم الاجتماع هتكلم الاستثمار من نوع مختلف، هو الاستثمار في العنصر البشري. ازاي تعرفه انه يقدر انه يبدا من الصفر، حتى ازاي انه هو حتى لو عايز يعمل مشروع، لو ما كانش قادر، مؤمن بقدراته، مؤمن انه عنده امكانيات غير محدوده، وازاي يستثمرها وازاي يكتشف شغفه. اظن ان هتفضل الحلقه ناقصه. احنا اهم حاجه في المؤتمر ده ان احنا بنعمل وعي الاستثمار وفوائده، ومن الجزء من عندي انا الجوده يعني كل شيء، هي زي ما بيقولوا quality is free but expensive. فاحنا الاجراءات والخطوات اللي بتوصلنا لان احنا نصل quality business وquality investment وquality، ده لازم يكون عن الوعي. تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط، دعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام، تعقد الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 بحضور كبار المسؤولين المعنيين بشؤون الطاقة حول العالم، وبمشاركة 500 عارض وأكثر من 32 مشارك. إيجيبس بكل نسخه اللي كانت والمستمرة حتى الآن واجهة مشرفة جدا لمصر. إيجيبس استمرارا لدور قطاع البترول في توجهات الدولة المصرية، إيجيبس استمرار لكوب 27، يمكن ده هو بدأ قبل الكوب 27 في السنوات اللي قبل كده ومستمر. احنا بندي أولوية كبيرة جدا للإنرجي كونفرسيشن. طبعا مؤتمر زي ده ومعرض زي ده الاثنين منفصلين عن بعض شوية. المؤتمر هدفه الطاقة المستدامة والحلول الطاقة، فده المؤتمر ده بيؤدي لتوحيد آراء عالمية وتوحيد احتياجات الدولة أو احتياجات الدول عموما للطاقة وإيجاد حلول لده. احنا طبعا مهتمين جدا في المشاركة في معرض مصر للبترول كشركة سعودية، لأنه احنا السوق المصري هو سوق واعد والفرص الاستثمارية في مصر جدا كبيرة، فبنحرص على المشاركة بشكل سنوي للتواصل مع الشركات المصرية في قطاع تنقيب النفط والبترول وتقديم خدماتنا لهم. زي ما ذكرت لك السوق المصري جدا واعد وفرص كبيرة جدا لاستكشاف البترول، فإحنا بنكون حريصين كشركة سعودية أنه نكون جزء من هذه الفرص الاستثمارية، وإن شاء الله نتمنى دائما لمصر التوفيق بإذن الله. 41 شركة عالمية للبترول والغاز تشارك بالمعرض، بالإضافة ل2000 من أعضاء الوفود، كما يتضمن المعرض 12 جناحاً دولياً، وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية بحضور 260 متحدثاً. Egypt is blessed with natural resources, especially gas. Now that resource starting to be developed, and it'll become a very important driver for the Egyptian economy and also for the Mediterranean economy going forward. And the importance that I think Egypt will take for Europe and the European Union in general. Energy and energy transition is important to us as a community. Right, so as a responsible member of the community, we feel that it's important to participate in this, but also sponsor these types of discussions. We've been in Egypt for 45 years, and we expect to continue to be here, and we want to make sure that we're an integral part of the continuous growth. يستمر الحدث على مدار 3 أيام حتى 15 من الشهر الجاري، ويعد أكبر تجمع لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط، وخطوة فعالة لإيجاد فرص من رحم الأزمات الإقليمية والدولية التي تؤثر وتتأثر بصناعة البترول والغاز في العالم. هدير جميل، مساء دي أم سي. Thank you.
الوقاية احنا خدمنا فيه اكتر من 37 ألف طفل عبر اكتر من 10 محافظات، وبنتدخل في المحور ده عبر 3 نقاط رئيسية للتدخل. النقطة الاولى احنا بنتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، ودي نافذة التدخل يعني اللي بيطلق عليها النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية. وبنحرص هنا ان الام يكون عندها الغذاء والوعي الكافي لمرحلة دقيقة جدا من عمرها ومن عمر الجنين، مرحلة يمكن بيتحدد فيها بشكل كبير مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته في المستقبل قبل حتى ما يجي الدنيا. الحقيقة الخطورة في التقزم ان هو الاسباب بتاعته اسباب غذائية تغذوية بالاساس، يعني مفيش دواء ومفيش علاج بنقدر ان احنا نديه للام او الطفل بيحميهم من التقزم. الحل والعلاج هو في الغذاء. المشكلة التانية في التقزم ان هو ممكن الحماية منه وممكن منعه في مرحلة سنية معينة. بنك الطعام المصري بدأ البرنامج وبدأ في اول محافظتين الجيزة وبني سويف. تواجدنا في المحافظتين دول ان هما من المحافظات الاعلى في نسبة التقزم. التدخلات بتاعتنا تدخلات غذائية متخصصة لحماية الام وحماية الطفل في هذه المرحلة للحد من التقزم. احنا موجودين في بني سويف 25 قرية وموجودين في الجيزة في 8 قرى. هننتشر عشان نوصل للام الحامل عشان نحاول نحد من التقزم. برحب بضيفي في هذه الفقرة عن بنك الطعام المصري اللي هو واحد من أهم مؤسسات المجتمع المدني في مصر، الدكتور محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أيمن. خلينا الأول بس نوضح للناس دور بنك الطعام، لأنه في البعض بيعتقد أنه بنك الطعام المصري هو متخصص فقط في الإطعام، لكن واضح أنه في عدد أكبر ومختلف من البرامج. صحيح، هو بنك الطعام مش متخصص في الإطعام، بنك الطعام متخصص في الأمن الغذائي، وفرق كبير جدا، لان الاطعام هو انه انا بقدم مساعدات غذائيه مباشره لاسر مستفيده، وده طبعا جزء اساسي من اللي احنا بنقوم بيه وغيرنا بيقوم بيه الحقيقه كمان في المجتمع المدني المصري. لكن احنا مفهومنا عن الامن الغذائي اشمل واوسع من كده بكتير. الاطعام ده جزء منه، تنميه ودعم وتمكين صغار المزارعين عشان نحقق الامن الغذائي على المستوى الوطني مش بس على المستوى الاسره والفرد. الجزء الآخر اللي بنشتغل عليه هو جزء التغذية، وده مسألة مهمة جدا بنشتغل عليها من خلال الأسرة وبنشتغل عليها من خلال الأطفال كمان، لأنه الانعكاسات والنتائج السلبية لانعدام الأمن الغذائي ليها تأثير سلبي جدا على الأطفال في مراحل مهمة وخطيرة جدا من مراحل نموهم، تداعياتها في أمراض سوء التغذية زي التقزم زي الهزال زي السمنة زي فرط الوزن زي حاجات تانية زي الأنيميا زي نقص فيتامين دي، كل دي حاجات أثار سلبية جدا لانعدام الأمن الغذائي. وبالتالي أيضا بنشتغل عليها من خلال برامج متنوعة ومختلفة، سواء في المدارس سواء في الحضانات سواء على مستوى الأسرة مع الأمهات الحوامل وفي مرحلة الرضاعة. وإن كان الإطعام جزء من اللي احنا بنقوم بيه، لكن احنا نظرتنا أوسع وأشمل من كده بكتير. برنامج التقزم ده عجبني جدا جدا الفكرة. احنا كنا تناولنا الموضوع ده قبل كده، ويمكن ما كنتش عارف ان هو ليه علاقة مباشرة بنوعية الطعام أو التغذية الخاصة بالأم فترة الحمل. فخلينا نعرف القصة الأول، لأن دي معلومة ممكن تهم ناس كتير، وانتوا هتتعاملوا في البرنامج ده ازاي؟ طيب، هو التقزم هو ايه؟ هو باختصار شديد ان الطفل بيكون اقصر من المستوى الطبيعي على حسب سنه. احنا دايما بندي مثال كده انه السيده بعد الولاده على طول لما بتبدا تتابع صحه ابنها او بنتها، اول حاجه الدكتور بيعملها هو انه بيقيس طوله ووزنه، لان هو عنده بنش ماركس، عنده معدل لنمو الطفل سواء في الطول او في الوزن على حسب سنه وعلى حسب كان ولد ولا بنت. اي اختلاف عن البنش ماركس دي بيعني ان الطفل عنده مشكله يجب علينا ان احنا نتدخل فيها بسرعه. فالتقزم هو كده باختصار ان الطفل بيبقى اقصر من اللي المفروض يكون عليه على حسب سنه. طيب، هل هي مشكله شكليه فقط او ظاهريه فقط؟ يعني هل هي مساله بس هو شكلي للطفل القصير؟ لا خالص، هي لو طفل قصير مساله لا تعني اي شخص، ولا يعني ده انسان ربنا خلقه بهذا الشكل وهذه الصفات، مقبول تماما. المشكله مش في كده، المشكله انه النمو او تاخر النمو عنده البدني ده بيصاحبه تاخر في النمو العقلي والذهني والادراكي.
وبالتالي التأثير بتاع التقزم مش فقط على ان هو هينمو لحد فين او هيصل طوله لحد ايه، لكن على تحصيله العلمي، تحصيله الاكاديمي، علاقاته الاجتماعية بالناس، وفيما بعد طبعا بقى على فرصه في الحياة كلها، سواء في العمل، في الحياة الاجتماعية، في الترقي، لو بيشتغل هيترقى ويوصل لحد فين، هياخد شهادة مش هياخد شهادة. فالتأثير بتاع التقزم تأثير خطير جدا على مستقبل الأطفال، وهو ده السبب اللي احنا سميناه برنامج فرصة أولى. انه انا بحاول ادي للطفل الفرصة الاولى في الحياة. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل توعية للسيدات الحوامل. وعايز اعرف هل التقزم مع الدراسات، لان انتوا عندكم معلومات كتير، يعني مش معلومات، اللي هي المعلومات البيانية الخاصة بالارقام، هل في فئات معينة ولا في اكتر من فئة، وتتعاملوا معها ازاي؟ طيب يعني اجاوب على السؤال الاول بتاع حضرتك، بنشتغل ازاي او البرنامج ده عباره عن ايه؟ البرنامج ليه ثلاث مكونات اساسيه او ثلاث محاور عمل اساسيه. الجزء الاول منها هو تقديم مساعده غذائيه للام قبل ما تبقى ام، يعني في للسيده في فتره الحمل وفتره الرضاعه لمده 3 سنوات. الثلاث سنوات دي بتشمل فتره الحمل كلها وحتى بلوغ الطفل سنتين، فبنتكلم في تقريبا 3 سنين، 1000 يوم يعني، مجازا 3 سنوات. طيب المساعده الغذائيه اللي انا بقدمها للسيده دي شكلها عامل ازاي؟ هل هي مجرد مساعده غذائيه وخلاص؟ يعني هل هي شويه مكونات غذائيه بسلمها؟ لا لا. بنشتغل الحقيقه مع مجموعه من خبراء التغذيه، ووفقا للدراسات بتقول ايه؟ الدراسات بتقول انه واحد من الاسباب الرئيسيه للتقزم، او هو السبب الرئيسي للتقزم، هي حاله نقص تغذيه بيتم توريثها من الام للطفل. الام اللي في مرحله الحمل وفيما بعد مرحله الرضاعه ما بتحصلش على مختلف العناصر الغذائيه اللي جسمها بيتطلبها، بتنقل ده للطفل، فبتنقل للطفل ايضا امراض سوء التغذيه في مراحل اساسيه لتكونه كانسان. وبالتالي لما بنعمل مساعدة غذائية، المساعدة الغذائية بنحددها بناء على إيه هي العناصر الغذائية الرئيسية المتسببة في التقزم. فعلميا يعني على مستوى العالم كله وجدنا إن في 4 عناصر غذائية أساسية، هي الحديد، الأيودين، الفيتامين A والزنك. هم دول ال4 حاجات اللي لما بيحصل دايما فيهم نقص عند الام بتبقى فيه مشكلة. وبالتالي بنقدم المساعدة الغذائية بتاعتنا من هو الماكرو والماكرو نيوترينتس، يعني الماكرو نيوترينتس اللي هي مجموعة بقى البروتينز والكارب. يعني احنا بنبعت للسيدات دي فيتامينز مش فيتامينات؟ لا، بنبعت لها ولا اكل فيه الفيتامينات دي؟ بالظبط، الاكل فيه الفيتامينات دي. المجموعة المواد الغذائية اللي هي غنية بالعناصر دي. واحنا مستهدفين كم سيدة؟ في المرحلة الأولى مستهدفين 3000 سيدة، والسبب مش إن احنا مش قادرين على التوسع أكتر من كده، لكن السبب هو إن احنا لما بننفذ البرنامج بنبقى عايزين نشوف الأوتكمز بتاعته شكلها عامل إزاي؟ هل اللي احنا عملناه ده مفيد ولا مش مفيد؟ فده جزء اللي هو التغذية. الجزء الآخر هو التوعية، وجدنا إن التوعية من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا وأساسية، لأن في سيدة كتيرة ما تعرفش ده. بالظبط. وغير السيدة زوجها ممكن ما يكونش يعرف ده. لانه في المجتمعات اللي احنا بنتعامل فيها احيانا تكون السيدات مش هي صانع القرار داخل الاسره، مش هي اللي بتحدد هتاكل ايه ومش هتاكل ايه، ممكن يكون زوجها هو في الغالب، يعني في الغالب بيكون هو المتحكم وهو المسيطر. وبالتالي التوعيه بتاعتنا لا تستهدف السيده فقط، تستهدف السيده، تستهدف زوجها بيها. وبتستهدف اي حد ممكن يكون متواجد داخل الاسره، يعني ممكن مثلا في المجتمعات برضو الريفيه ممكن تبقى السيده دي مقيمه مع زوجها وحماتها. بالظبط. فبالتالي بنستهدف ده. المكون الثالث هو مكون صحي، ان احنا بنعمل بنشجع ونحث السيدات على ان هي تروح تتابع الحمل بتاعها بشكل منتظم في الوحدات الصحيه اللي هي فيها، لان دي خدمه بتقدمها وزاره الصحه، ان هي تستطيع ان هي تروح لزياره الوحده الصحيه تتابع الحمل، لو في اي احتياج ل سبلمنتس او مكملات غذائيه بتحتاجها تقدر تحصل عليه. ال 3000 سيده اللي هنبتدي بيهم اخترناهم على اساس معين، مثلا مستوى اجتماعي، مستوى مادي معين؟ طبعا. هما الاكثر احتياجا يعني. بص، اول حاجه احنا عاده داخل بنك الطعام في البرامج بتاعتنا الاخرى استهدافنا الرئيسي هو للمراه المعيله، يعني السيده اللي عندها اطفال وما عندهاش مصدر دخل وزوجها غير موجود لعده اسباب. في التقزم مش هنقدر نعمل كده، لان هي سيده حامل وبالتالي هي زوجها يجب ان يكون متواجد. فبنشتغل فين؟ مبدئيا احنا بنشتغل في محافظه بني سويف ومحافظه الجيزه كمرحله اولى، بعد كده هنبدا ننزل اكتر شويه على جنوب الصعيد. طب اشمعنى المحافظات دي اللي عايزين نبدا فيها؟ احنا الاحصاءات الرسميه بتقول ان في 13% من الاطفال في مصر مصابين بالتقزم. 13% ده رقم كبير قوي على فكره. رقم كبير، بس هو قل عن اخر احصاء رسمي، اعتقد الاحصاء اللي قبله كان بيتكلم يعني ممكن 17 او 18%، فالنسبه نزلت بنسبه 5%، وده بيعكس انه في جهود اتعملت في المجال ده. ف 13% رقم، لا زال رقم كبير طبعا.
لكن ما عندناش بيانات دقيقة بتقول ال 13% دول متركزين فين أو موجودين فين. طيب هل هنشتغل إزاي بقى في الحالة دي؟ في التنمية وفي الاقتصاد بنبدأ ناخد إنديكيتورز تانية هي اللي بتبقى مؤشرات هي اللي ممكن تحركنا بالظبط. فبنلاقي مثلا انه ارتفاع معدلات الفقر واحد من الاسباب الرئيسيه اللي بتساهم في التقزم، وده وفقا لدراسات اتعملت في كل دول العالم. وبالتالي لما ابدا اشتغل هشتغل على المحافظات الاكثر فقرا، هي دي المحافظات اللي انا ببدا فيها. المعايير بتاعتنا ان هي طبعا تكون سيده متزوجه وعمرها فوق ال 18 سنه، ودي حاجه احنا بنركز عليها جدا. وتكون دخل الاسره اقل من عشان تدخل في الفئات اللي ممكن تبقى من ضمن الفئه المستفيده. رمضان خلاص يعني ان شاء الله، يعني نتكلم شهر وشويه، ف وانا عارفه ان انتوا دايما كل سنه في رمضان بيكون في استعدادات خاصه، استعداداتكم ايه السنه دي؟ والله يعني استعداداتنا كالمعتاد، وده في حد ذاته انجاز، لانه زي ما كلنا عارفين طبعا انه الارتفاع الشديد في اسعار السلع الغذائيه اللي حصل من وقت الكوفيد، واستمر طبعا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، تسبب في ارتفاع معظم السلع الغذائيه على مستوى العالم كله. فالحقيقه احنا صممنا وقررنا ان احنا لا، هنشتغل بنفس السكيل، هنشتغل بنفس المناطق اللي احنا بنشتغل عليها. فاحنا بنشتغل في كل محافظات الجمهوريه. بدأنا الحقيقه نحضر نفسنا ونرتب من بدري جدا، بحيث ان احنا يبقى عندنا مخزون كافي من مختلف السلع اللي احنا بنقدمها. انتوا بتطلعوا كام كرتونه تقريبا سنويا؟ فوق المليون. فبس ده في الكراتين. بالاضافه للكراتين بنعمل وجبات افطار وبنعمل وجبات سحور، بيتم توزيعها برضو على في مختلف محافظات على مدار الشهر، على مدار شهر رمضان بالكامل. بنشتغل السنه دي ان شاء الله هنشتغل في موائد الرحمن، بعد طبعا بقى انتهاء ازمه كورونا والسماح ان احنا نقدر نعمل كده. هنشتغل في موائد الرحمن في ال 27 محافظه. هنشتغل برضو بنعمل بعض الحاجات، يعني بنعمل مثلا انشطه في محطات القطارات، لان في ناس بتعرف حاجات بتبقى بتسافر في وقت فبنعمل حاجات زي كده. بنعمل زي اتوبيسات بتجوب الشوارع وقت الفطار، بتوزع اكل على الناس اللي طبيعه عملها. حقيقه انه دايما مصر عموما في رمضان، يعني مفيش حد ما بيفطرش في رمضان. الناس يعني ساعات لما بتبقى ماشي في الشارع بالعربيه، ناس ممكن تخليك تقف علشان يعني تفطر. فدي حاجه ان شاء الله ما بنقلقش عليها في مصر. لكن خليني اكلمك على الكراتين، لانه انت قلت لي الاسعار، هل الكرتونه ممكن تتاثر باي شكل من الاشكال؟ هل يكون في اولويات حتى للمحتويات اللي داخل الكرتونه، ولا هتشتغلوا بنفس النظام اللي اشتغلتوا عليه السنين اللي فاتت؟ بنشتغل بنفس النظام اللي اشتغلنا عليه السنين. لا، ده يشجع كمان بقيه الجمعيات اللي بتعمل كده، يشجع الجميع اللي بيعمل كده، سواء بشكل فردي او بشكل جماعي. لا، انا هقول عليك القرار انه انا مثلا اقلل كميات واغير نوعيات اللي في الكرتونه، هو ده هيبقى اسهل بالنسبه لي، لكن هو اصعب للاسره اللي انا بتعامل معاها، صح؟ لان هي الاسره دي في انتظار الكرتونه دي عشان تسد احتياجاتها طوال الشهر. والاسره دي اوريدي بعيدا عن الكرتونه، هي ارتفاع الاسعار بيخليها مش قادره ان هي توفر نفس الاحتياجات اللي هي توفرها، فهيكون صعب علينا قوي ان احنا ناخد قرار ان احنا نقلل او نغير. لازم نستمر بنفس اللي احنا بنعمله، من خلال يعني في وسائل متعدده بنعمل بيها كده برضه. هي بقى دي الوسائل. بالظبط. ما هو انا عايزه اتكلم على هذه الوسائل، وخاصه ان انتوا انشطه كتير وكلها مكلفه، يعني انت بتتكلم كل حاجه فيها فلوس كتير. ايه المصادر الخاصه بتمويل بنك الطعام دلوقتي؟ طيب انا المصادر التمويل طبعا احنا بنعتمد على اموال التبرعات، متبرعين مصريين طبعا. وده الاساس، وبعتقد ان هو ده مصدر قوه بنك الطعام، لانه هو قبل كل شيء هو بيعكس اولا ثقه المتبرع المصري في بنك الطعام، ان هو ده المصدر الرئيسي اللي هو بيروح يحط فلوسه فيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه انا بالنسبه لي فلوس التبرعات هي في النهايه فلوس متبرعين، ليست فلوس موظفين او عاملين او مجلس اداره بنك طعام. هي فلوس المتبرع امانه بيوكلها. يعني انت وسيط. اكزاكتلي. انا وسيط، بوصل المساعده وفقا للي المتبرع عايزه. فده مصدر التمويل الاساسي بتاعي. طيب احنا عملنا ايه الفتره اللي فاتت اللي بيخلينا نقدر نكمل ونواصل؟ بدانا برنامج كبير جدا داخل بنك الطعام المصري. زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا بنشتغل على الامن الغذائي بالكامل مش بس الاطعام. فبدانا نشتغل على تمكين صغار المزارعين في مصر، صغار المزارعين اللي عندهم ارض زراعيه اقل من فدان، ودول الغالبيه العظمى من المزارعين في مصر، وعندهم تحديات كتيره جدا 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 في جوده المحصول، في الانتاجيه الارض الزراعيه، في الفقد من المحصول. لكن المشكله الاخطر بالنسبه له هي التسويق. هو ما بيقدرش يسوق، هو ممكن يزرع ويحصد وعنده المحصول ما بيعرفش يسوقه. انت بتساعده؟
انا مش بساعده، انا بشتري منه المحصول بالفعل. بشتري منه المحصول بنموذج زراعه تعاقديه قبل موسم الزراعه ما بيبدا، بتعاقد مع الفلاح ان انا هشتري منك كامل الانتاج بتاعك. في نفس الوقت بقدم له دعم في مدخلات الانتاج، لان انا عايز اطلع كواليتي افضل، عايز اشتغل مع الفلاح ده لمده سنه واثنين وثلاثه واسيبه، يبقى هو عنده اسواق اخرى، لان هو محصوله بقت جودته احسن، قلل الفقد بتاعه، الانتاجيه بتاعته بقت اعلى، الفدان بدل ما كان بيطلع له 300 كيلو ولا 400 كيلو بقى بيطلع له طن وزياده. انت مش بس بقى هتساعده وقتي، لا انت بتساعده يسستين بالظبط. طيب الميزه الثانيه في هذا الموديل، وهو ده اللي مخلينا نقدر ان احنا نوصل بغض النظر عن ارتفاع الاسعار، انه انا لما بشتغل مع الفلاح بشكل مباشر انا تخطيت ثلاث او اربع وسطاء ما بيني وما بينه، وبالتالي نجحت ان انا بشتري المحصول، تعلي مكسبه وتقلل، تعلي مكسبه وقلل الصرف بتاعي، عشان صرفك هيروح للناس بالظبط. فهي اتس ا ويننج بروبوزيشن للاثنين، بالنسبه للفلاح بقى بيبيع سعر اعلى، بالنسبه لي كبنك الطعام بقيت اشتري بسعر اقل من اللي انا كنت هشتريه من الاسواق، فاقدر اساعد ناس اكتر. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني تعملوا كل الحاجات الخيريه دي قبل شهر رمضان، واحنا دايما بنك الطعام بيتعاون معانا، حتى كان في حالات كتير الحقيقه خيريه كمان كان بنك الطعام على طول يعني بيساعد فيها. بشكرك. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام المصري. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. سريعا سريعا هنطلع الى فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجمه الكبيره جدا 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 شهيره. بعد الفاصل. شهور، سنة أو ربما أكثر، هذه هي الفترة الزمنية التي كانت ستضطر نسمة علي لانتظارها قبل إجراء عملية زرع كبد، ولكن بفضل المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار أجرت العملية بعد تبرع من زوجها في أسبوع واحد فقط على نفقة الدولة التي تتحمل أيضا تكاليف المتابعة والدواء. العملية تكلفتها بره 310,000، جينا هنا الحمد لله مجانا، حتى برضك لما ربنا كرمنا وقمنا بالسلامة من متابعة بعد العملية برضك ببلاش، وجميع الحاجات بقى العلاج والتحاليل والحاجة برضك كده، وبقيت كويسة والحمد لله بعد معاناة في المستشفيات وعلاج وتعب. أنا صرفت فلوس جامدة أو قبل قوام الانتظار جامدة خالص، ما عرفت بقى وجيت هنا بعد كده هنا ما كلفتش حاجة خالص، حتى العلاج كنت باجي اصرفه، المفروض ان انا بصرفه كل شهر. منذ انطلاق المبادره في يوليو 2018 تم اجراء اكثر من 1.5 مليون عمليه جراحيه، 67,000 اجراء دوائي، وعلاج ما يقرب من 31,000 حاله. ما خدتش وقت، تعطيت انا على العمليه من اسبوع كده تقريبا، تسرعوا في الاجراء والمقابله هنا كويسه احسن من 5 نجوم، والحمد لله النهارده ان شاء الله هعمل العمليه. عندي شرايين مقفوله وهعمل العمليه في الشرايين، في تغيير شرايين، يعني ما كملش اسبوع وحطوني في هعمل بكره ان شاء الله. تستهدف المبادره تخصصات طبيه حرجه تشمل القلب المفتوح، قسطرة القلب، جراحة تغيير المفاصل وزراعة الكلى والكبد، قوقعة الأطفال والقرنية، بالإضافة لجراحات المياه البيضاء، الأورام والمخ والأعصاب. كل حاجة دلوقتي بقت بتتم بشكل مميكن، المريض متوسط الانتظار بتاعه من بمجرد ما بيوضع على قوائم الانتظار بياخد من 7 ل 10 أيام، ويحدد ليه إجراء العملية، وبتتم إجراء العملية من قبل الفريق الطبي المتابع ليه، وده شكل فرق كبير جدا على صحة المريض، لأنه كان الوقت اللي كان بياخده كل ده كان بينتج عنه مضاعفات، دلوقتي الحمد لله ما عدناش بنشوفها. من يومين حالة زراعة كبد وكلى، ودي أول حالة على مستوى وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية إن مريض في نفس الوقت بيزرع كبد وكلى. العملية دي تكلفتها بره بتتعدى $1 مليون، احنا الحمد لله هنا في خلال 10 أيام تمت التغطية المالية الكاملة للحالة، والحمد لله تمت على خير. من خلال لجان التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية يتم تسجيل المواطن بالمبادرة، كما تتاح كافة التفاصيل والاستفسارات من خلال الخط الساخن والموقع الإلكتروني، ليستمر القضاء على قوائم الانتظار وتقديم الرعاية المجانية لكل مريض مصري في أسرع وقت وبأعلى جودة. هدير جميل، مساء دي أم سي. أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا،
محضرة ايه؟ مامي عاملة التورتة دي بايديها وعايزة تعرف بقيت دي علاقات انسانية يا استاذ، الكمبيوتر ملوش دعوة بيها. لو حتى الخلاف بين اتنين متجوزين ممكن يرجع لبعض بنفس الحب اللي كان بينهم في الاول. في ناس بتشوف السعادة في الحب. انا خايفة ليكون الحب ده كله كده على بعضه غلط من اساسه. احنا على كده بقى ده نخدمك من عناية الاتنين لانك بتعرف تقدر الناس. ما انت هنا الجزمه دي اخر مره لبستها وانت رايح الشغل اول امبارح، لسه ميعادها يوم الثلاث اللي بعد الجاي. فتحي اتغير خالص يا منى من يوم ما رجع من اسكندريه وهو كل يوم طعم. انا كلامي ملوش اي قيمه عندك، رغباتي ملهاش اي احترام. اكيد اكيد في طريقه تانية. اللي الشيخ رسلان يحرم عليه دخول داره في حياته ما يخطيهاش بعد ما مات. قصدي حضرتك ايه؟ ايه اللي عملته يعني؟ ارجوك. لا لا انا ما اتضايقتش. اهبط ما يفيد يا عبد الله. اهبط، انا مظلومه صدقني. هفضل احلم لحد امتى؟ دراستي، تخصصي، سهر الليالي، كل ده عايزني ارميه تحت رجليه. يا جماعه ما تشغلوش نفسكوا بيا. معلش نكمل بكره. ولا انت مش فاضي بكره؟ النجمة الكبيرة الجميلة الوحشاني أنا شخصيا ووحشة الناس كلها، نجمة شهيرة، وحشتيني جدا جدا وخطوة عزيزة النهاردة. هي خطوة عزيزة أقول لك لأن أنا ما تتصوريش أنا خدت أدوية، كم أدوية قد إيه حبيبتي. عشان أقدر أجيلك والله يا إيمان، وده لازم أشكرك عليه تاني يعني مش بس شكرا لحضرتك معانا النهاردة، لان هي فعلا تعبانه جدا، وعلشان التزمت معانا ان هي خلاص ضيفه النهارده معانا في مساء دي ام سي، فجايه والف سلام عليكي. الناس كلها عيانه عندها بقى. الجو وحش قوي، وبعدين احنا اللقاء ده مستنيينه بقى لنا ايه، ثلاث سنين اربع سنين. ما تمدحينيش يا ايمان. بنحدد الميعاد ده تقريبا بقى لنا اربع سنين بس ما كانش بيظبط. لا مش اربعه، ثلاثه أكتر؟ لا ثلاثة بس أنا جيت تعبت في النص بقى. تعبت انت في النص، وبعدين بعد كده أي حد كان يقول لي أقول لهم لا لما تيجي إيمان بالسلامة. حبيبتي والله وحشتينا جدا 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 جدا. ليه ما فيش حاجة في الفن خالص الفترة اللي فاتت؟ بص يعني كانت طبعا عندي كان ظروف محمود وكده حبيبي، وبعدين بعد كده ما بقاش ليا مزاج يعني مش عارف يعني. طبعا انا بحب مهنتي وبعتز بيها، واصلا دي دراستي كمان يعني، انا ماليش شغله تانية دي لان دي دراسه. انما انا معرفش اصبحت موديه قوي يعني، مش في اي وقت احب حتى اعمل انترفيو، مش في اي وقت ممكن اقدر ارجع، واذا رجعت هيبقى في عندي تحفظات كتير على حاجات كتير، وزمان غير دلوقتي يعني. عارفة برغم ان كل يعني اصحابي والفانز بتوعي وكده على الفيسبوك مش عايزين يشوفوكي وحشتيهم يعني الحقيقة ده مطلب جماهير. انا نفسي يعني ارجع بس مش سهلة يعني مش سهلة من ناحية ان انا الاقي موضوع مناسب، موضوع كويس بعد الفترة الطويلة قوي دي. انا هقدم ايه او اقول ايه؟ حضرتك بقالك كام سنة بعيد؟ لا لا مفيش داعي لو تعرفي. كتير كتير بس قوي. بس انت سبتي القصة كلها في عز شهرتك يعني انا حتى الفيديو اللي ذعناه قبل ما نبتدي، لا انت كنت يعني هو انا نجمة النجوم وناجحه جدا وبتصعدي بشكل سريع جدا حقيقة. جدا جدا، وكل دور عن التاني لا في نجمه بيبقى في ثقل كمان. ليه فجاه كده سبتي كل ده وبعدتي؟ بصي ساعات يعني هي فعلا هي الفتره اللي انا سبت فيها دي كانت اهم فتره عندي، فتره التالق والتوهج والجوائز حقيقه يعني. بس يمكن كنت جيت فترة كده كنت محتاجة ان انا اقرب من ربنا اكتر، فعلشان انا بحب شغلي قوي قوي وبياخد كل وقتي وكل تفكيري يعني بحب شغلي قوي،
فانا كنت دايما متهيألي ان ده واخدني من ان انا يعني ايه اتقرب من ربنا اكتر، ما اعرفش يعني صلاة بسرعة مش يعني ما يعني مش حسيت ان انا مش عاملة الواجب اللي يرضي ربنا يعني يعني وقتها يعني. والفترة الطويلة اللي انا ابتعدت فيها ناس كتير يقولوا لي طبعا ندمانة، لا انا مش ندمانة، لا ده انا قربت من ربنا اكتر وعرفت حاجات كتير قوي انا ما كنتش واخده بالي منها. وحتى في العلاقات الانسانيه يعني مش مساله بحفظ قران او ولا بعرف حديث عن رسول عليه الصلاه والسلام او لا لا، العلاقات الانسانيه، لان زي ما احنا كلنا عارفين الدين معامله طبعا. فقد كده انا يعني مين وقتها اللي شجعك يعني انت ساعتها كنت يعني نجمه، وزي ما بتقولي ده كان وقت الازدهار بقى وال يعني نجوميه كبيره، مين وقتها شجعك وقال لك اه لا ده قرار صح؟ وخاصه ان انت كمان زوجك فنان كبير، فنان كبير طبعا الله يرحمه محمود ياسين، فهل كان في تشجيع سواء منه او من اللي حواليكي، ولا كان في حد بيقول لك لا انت قدامك مستقبل الفن؟ لا 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 ما لا، هو اصلا هو كان مفاجاه لجوزي اصلا. بجد؟ والله يعني انت ما كنتش متكلمه معاه؟ لا مفاجاه لجوزي ومفاجاه لنفسي، قررت كده فجاه يعني فجاه، ما كانش حد عارف عشان يتناقش معايا في ان الخطوه اللي باخدها دي صح او لا. وانا حسيت ان هو ده اللي ربنا اختاره لي وان ده الاحسن. نوعية الحياة بقى اتغيرت في الوقت ده، يعني في وقت بقى الفن والتمثيل وكده كان في أصدقاء معينين وطريقة حياة معينة، في الفترة بقى اللي حضرتك بعدتي فيها عن الفن السنين دي، إيه اللي اتغير في الحياة؟ لا ما عادي، أصحابي هم اللي اتغير في أنا في شخصي أنا، إنما في المعاملات عادي، ما اقدرش اقول لك ان انا عملت يعني عملت طفره او نقله او كده. يمكن لا ما اقدرش أقول، ما يعني ما يعتبرش يعني اقول لك ايه، ما بنزلش كتير، ما بسهرش كتير، مع ان انا مش بحب السهر، انا بيتوتيه فظيعه. تصدقي انا ممكن اقعد شهر في البيت ما انزلش. البيت ده احلى حاجه في الدنيا والله برضو. اه جدا جدا انا جداً. كمان يعني أوه. انا يعني مش عارفه اقول لك ايه اللي اتغير، يعني اللي لان اتغير انت اصلا طبيعه حياتك كانت هاديه فما فيش حاجه حصلت كتير. لا انا كبني ادمه بس بس علاقتك وقتها بقى بالفنانه الكبيره راحله شاديه بقت اقوى، ولا انتوا اصلا كنتوا اصحاب؟ لا هو احنا اصلا يعني كانت هي كانت قابلتني في عيد الفن وانا باخد جايزة من الدولة عن فيلم هي كانت عاملة اهم فيلم في حياتها اللي هو المرأة المجهولة، وانا عدته وواخدة فيه. ايوة صح، عملتيه بنسخة بالنسخة الحديثة. يا ولد بس فجت هي بقى حبيبتي جات لي كده وقالت لي مبروك وبرافو عليكي وانتي عملتيه بروحك انت وبشخصيتك انت وكده يعني. كانت جميله برضو الله يرحمها. اه قوي قوي قوي. وبعدين بعد كده بقى صداقتنا يعني زادت بقى، كانت كل ما تشوف لي حاجه يعني مثلا كنتوا انتوا بتعرضوا حاجه دلوقتي من مخلوق اسمه المراه واليقين، مسلسل هنتكلم عنه ده. مسلسل فهي كانت يعني كانت كلمتني بقى بعد كده، خلى العلاقه بقى تزداد ان هي كانت بتكلمني على الاعمال دي وبتهنيني عليها لما بتشوف حاجه حلوه. يعني كانت مبسوطه قوي من العملين دول بالذات، من اليقين ومخلوق اسمه المراه. يمكن اول ما بدانا كلام قلتي لي انه الفتره كان في فتره صعبه طبعا اللي هي فتره رحيل الفنان الكبير محمود ياسين، لانه انتوا مش بس معروفين مش بس في الوسط الفني عند كل الناس ان انتوا مش بس زوجين، لا انتوا قصة حب يعني من قصص الحب المشهورة والحلوة اللي الناس كلها بتتكلم عليها او بتحب تشوفها. ف
احكي لي على الفتره دي شويه وتاثرتي انا عارفه بعدها بشكل كبير قوي. لأني فتره اللي هي فتره علاقه الحب دي، وبعد كده قلتي لي انه يعني بعد رحيله يعني جات لك فتره كان في وحده كان في. شوفي يا ايمان، هو احنا كنا متفاهمين وكانت العلاقه بينا يعني مش عايزه يعني زي اي زواج، بس انا كنت دايما مفضله ان هو يطلع يتقدم، فكنت انا يعني كان دايما يقول لي انت بتضحي بحاجات، فانا كنت يعني ايه لما الراجل يحس ان يعني خصوصا ان هو مقابلني قدام الكاميرا، يعني هو مقابلني اتعرفنا اصلا قدام كاميرا، فهو كان دايما شايف ان انا شايفاه ان هو بيصعد بسرعه الصاروخ وانا وراه وجنبه، عشان انا بهتم بالبيت جدا بالولاد جدا، فما ينفعش انا ما كنتش احب يبقى هو مشغول مشغول وانا كمان مشغوله قوي 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 ونسيب البيت ونسيب الولاد، لا احنا يعني مش كده. فكانت العلاقة بيننا فيها تفاهم مبني اصلا عن الحب، يعني احنا اتجوزنا عن قصة حب، فالتفاهم بيننا ده اهم حاجة كان الحمد لله يعني. وانا كنت برضو يعني اكاد اكون عاقلة برضو. لا عاقلة. لا عاقلة. احنا شفنا مجموعة صور كده يعني بتجمعكم مع بعض، بس عاملين فيديو كده صغير عن الفنان الكبير الراحل محمود ياسين. نشوف الفيديو وبعدين نرجع نكمل. نعم، صباحنا وصباح الملك لله. عايز نبوتك يقف لنبوت شمس الدين الناجي في ايد سليمان ابنه. أنا عايز الناس تسمع قصتي وتشوف أبطالها. كل واحد وليه جنونه يا منصور، والأقوى دايما جنونه هو اللي صح. إني أذكرك ليس فقط عند الغروب، ولكن في كل وقت في كل لحظة، وأرجو أن تذكريني كما أذكرك أنا الآن. الفنان الكبير الله يرحمه محمود ياسين، وانتوا اشتغلتوا مع بعض أفلام بس مش كتير. لا مش كتير. لا مش كتير. كنتوا قاصدين ولا هو ما كانش بيحب فكرة انه زوجته تكون معاه في فيلم؟ لا يعني هو يعني ما كانتش حاجة يعني ضرورية يعني قوي، او انا مثلا كنت مصممة عن مش لو مخرج يعني محمود لا يمكن يقول مثلا ايه انا هاخد شهيرة في الدور ده، مستحيل يعني، دي مستحيل يعني، لازم المخرج هو اللي يقول انا عايز شهيرة معاك في الفيلم الفلاني، غير كده لا، ما كانش يعني بيعمل كده. مع ان دي مهنتي يعني عادي، بس هو يمكن عشان ما يبقاش واسطه ان مثلا شهيره بتشتغل عشان محمود ياسين. لا 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 ده اصلي ما فيش حاجه اسمها حد ممثل يدخل اصلي لو يعني محمود هيقول لي عن اذنك اما اعمل الشوط ده بدالك، يعني ايه داخله بقى؟ ما هو يا هعمل المشهد حلو يا مش هعمله حلو، يا هنجح يا مش هنجح، يعني ما فيش حد بينجح حد. صح. يعني دي الحكايه دي بتاعت دي دايما اسمعها اتغاظ قوي. وهو انا عارفه ان هو مش عليا انا في العموم. عموما على اي يقول لك ايه بيزق اولادهم مش عارفه ايه، طب هو انا باجي امثل مكان ابني ولا مكان بنتي؟ حتى لو دخل الفن شويه بس مش هيقدر يكمل لو ما عندوش موهبه، يعني ممكن يبتدي بس مش هيعرف يكمل لو مفيش موهبه. على فكرة
يعني ممكن يكمل. لا 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 مش شرط، في ناس بتكمل خالص وما عندهمش اي بس موهبة. الناس بس الناس مش حباهم عادي جدا يعني. لا 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 دي والله ليكوا لقاءات تلفزيونيه مع بعض بس هي مش كتير، بس احنا لقينا كده لقاء حلو قوي، لقاء قديم شويه، وكمان هو كان بيقول رايه، بيتكلم عليكي ورايه فيكي كفنانه وكده، إيه حاجه كده قديمه كده، تعالي نشوفها مع بعض. محضره ايه للدبلوم؟ محضره ايه؟ شوفي بقى يا ستي، هم المفروض 3 مشاهد ومسرحيه بتشترك فيها الدفعه كلها. المشهد الاولاني من مسرحيه وراء الافق لجون انيل من المسرح الامريكي، دور اسمه روث، والمشهد الثاني يعني لسه بفكر فيه. المشهد الثالث ده الاستاذ هيعمل مشروع يجمعه للدفعه كلها. المسرحيه بقى مسرحيه نور الظلام، واخده فيه دور مه. طب يا ترى هتخليها تمثل بعد ما تخلص الدبلوم، ولا انت غير مؤمن بعمل المراه؟ والله هو شوفي يعني مساله الاحساس بان الواحد عايز يمثل دي مساله انا اعتقد ان مفيش قوه في الدنيا تقدر تقف قدامها. انا مش مساله ان انا اسيبها او ما اسيبهاش، يعني انا شايف ان احساسها ورغبتها في التمثيل رغبه اكيده وقويه جدا وجارفه لدرجه ان انا ما اقدرش اتصدى لها ولا اقف قصادها. اضيف الى يعني مساله ان الاحساس قوي، يعني انا الحقيقه عرفتها قبل ما نتجوز وقبل ما نتخطب، عرفتها وكانت بتمثل قدامي في فيلم، هو تلت فيلم، فيلم قصه قصيره اسمه صوره، مع المخرج الشاب مدكور ثابت. فانا عرفتها ممثله وعرفتها قدام الكاميرا، فما افتكرش. اضيف الى كده كمان انها بتدرس في معهد التمثيل، فمش ممكن ابدا قدام الاعتبارات دي كلها ان انا اقول اسيبها او ما اسيبهاش. لا اقول بصراحه يعني اصل بصراحه كلهم كويسين. ليه بقى؟ لا ليه بقى؟ لان انا بعتبر نفسي ان انا مشتركه معاه في اختيار كل الادوار اللي هو بيعملها، لان هو ما بيجيله اي فيلم جديد يجيب لي السيناريو ويقول لي شوشو خدي اقرا السيناريو ده وقولي لي رايك فيه، فاقراه وبعدين اقول له طيب انت تقراه انت كمان، يعني احنا الاثنين نقراه وبعدين نقعد نقول ايه رايك. تتحمل مسؤوليه معايا يعني. اذا كان كويس بنوافق وبيعمله، اذا كان مش كويس ما بيعملوش، بنكون بالاتفاق مع بعض. ايه اللذاذه والجمال ده، عبيطه صغيرين جدا جدا. بس عرفت كمان بتقولي كنت حامل في اللقاء ده في التاسع. انا كنت كنت في المعهد وعندي كنت داخله امتحان وحامل في التاسع، يعني كنت قربت كمان. بس ايه ده شفتي عبيطه. لا لا تلقائيه مش عبيطه، لذيذه وتلقائيه. عيله بقى لسه عيله، واضح من طريقه الكلام صغيره. وهو الله يرحمه كان بيشجعك قوي. لا يعني كان ما زي ما قلت لك احنا اتقابلنا قدام الكاميرا، فبيقول لك زهر كانت بتقول له انت تقدر، انت عايزه تكمل او تسيب التمثيل. لا بصي خدي بالك هو فنان كبير وكان ليه اسم كبير، وانت كنت لسه بنوته صغيره، فطبعا معنى ان هو مقتنع بيكي دي حاجه كبيره قوي. لا وايه ده 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 مقتنع بيا، ده بي كان يا حبيبي يحسسني ان انا يعني حاجه فظيعه. حقيقي بس ساعات بيبقى في اعمال معينه ما بيحبنيش اعملها. زي يعني مثلا ايه، اكتشفت بعد الفيلم ما نزل وكده فيلم صعود الى الهويه، كان الاستاذ كمال الشيخ برضو كان يعني يحب شغلي، فكان عايزني انا في الدور اللي عملته مديحه كامل. صعود الى الهواء. الجاسوسه. الجاسوسه هو، لان هو الفنان الكبير محمود ياسين كان هو البطل. اوكي. فقال له لا دي لسه بتبتدي، هتعمل جاسوسه الناس هتكرهها وكده وبتاع. بعد كده انا لما عرفت بقى قلت له طب اسالني، يعني انت ليه كان هيبقى دور يعني تقول من نفسك؟ يقول لي لا انت تالت فيلم ليكي يبقى الناس هتكرهك، ازاي تبقي جاسوس؟ يا سيدي يمكن احب، انا كنت بس ما كنتش هحب ولا حاجه. انا يعني هو من نفسه كده ساعات يحب ما يحبش حاجه. افكر لك يعني هو شاف انك لسه صغيره ولو طلعتي في دور، وساعتها الناس كانت شويه بتربط الفنان بالضيف، يا تحبه يا تكرهه. فلسه ما عندكيش رسالة. كامل عملته بعظمة طبعا، بعظمة، ده واحد من اجمل واحلى الافلام بجد كل بجد فيه. ما انا ما كانش ليا في الدور ده. لا لا
وطبيعه الادوار اللي بداتي بيها كمان البنوته اللذيذه الهاديه. لا بس كان ممكن اعمل الملعونه برضو عادي في الاول. الاول وفي الاخر بجد والله. لا انا اعمل كل حاجه. انا شاطره على فكره. طبعا 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 شاطره وذكيه كمان يعني اكيد في اختياراتك الانسانيه والفنيه كمان فيها ذكاء كبير جدا جدا جدا. لكن رفيق بقى العمر اللي هو فنان وواضح طبعا ان انتوا كنتوا زي ما سمعنا في اللقاء بتفكري له وهو بيفكر لك انت بتقري سيناريوهات بتنصحيه هو كمان نفس الشيء وهو فضل يشتغل طبعا لفتره يمكن قبل المرض بفتره قصيره. انت حياتك اختلفت ازاي بعد ما يعني مش هقول بس الصديق ورفيق والزوج ايه اللي اتغير في الحياه بعد الراحل محمود ياسين؟ لا كل حاجه كل حاجه كل حاجه مفيش مش ايه اللي اتغير يعني انا 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 نفسي انا انا اتغيرت نظرتي للحياه برضو رغم يعني الواحد مر بمراحل كتير حياتيه شاف فيها حاجات كتير اتعلم حاجات كتير بعد ما هو راح برضو انا في حاجات كتير قوي ما كنتش متخيله ان انا ممكن استوعبها يعني ومشيت زي مثلا ان انا ابقى قاعده لوحدي مثلا الوحده ما كنتش متخيله ان انا هصاحبها بس اللي اعرفه ان الاولاد عايشين معاكي في نفس البيت صح؟ لا مش صح؟ كل واحد في بيته. اه انا كنت فاكره ان انتوا بس هما جنبي يعني قريبين بس مش نفس البيت. لا عادي احنا مفتحين الدنيا على بعض بس كل واحد في بيته مقفول عليه بيته يعني رانيا الفيلا بتاعتها جنبي عاملين باب كده البس روب واروح لها يعني ما استدعيش ان انا الف والبس لبس خروج يعني لا هما جنبي اه بس انا بالليل انا نايمه لوحدي يعني دي مساله كنت الاول ما فيش نفس في البيت دي ازاي يعني محمود مش موجود فكنت مش متخيله ابدا ان انا ممكن المرحله دي هتعدي وان انا هقدر اعديها واستوعبها واحبها. انا عجبني تعبير صاحبت الوحده. اه صاحبتها فعلا. ازاي بقى عملتيها؟ غصب عني ما انا لازم اصاحبها عشان ما تضايقنيش يعني احس اقول ايه انا اصحى وقت ما اصحى انام زي ما انا عايزه اكل ده ما اكلش ده مش عايزه اعمل اطبخ حاجه النهارده قال يعني البت بتطبخ بس يعني فوتي يعني كده في حاجات كتير قوي اللي هي بتدوري على المزايا اللي ممكن تبقى موجوده من الوحده يعني ان الوحده مش كلها حاجات وحشه فيها شويه مزايا انك تبقي براحتك او على راحتك او مش مرتبطه بحد يعني دي برضو وجوده حاجه لوحدها موضوع تاني خالص مش فيش مقارنة بان انا لوحدي وهو مكان معايا دي الدنيا كلها لكن لما مش هو بقى مش موجود لازم انا زي ما الكلمة اللي عجبتك ان انا اصاحب الوحدة دي اصاحبها عشان اقدر اتحملها وساعات اقول بقى خلاص حرة بقى انا اصحى ليه انا نام انام شوية هنزل لا مش هنزل يعني حاجات تفاصيل صغيره عبيطه ولكن قال يعني بحببها لنفسي يعني اعمل ايه طيب الاصدقاء في صحاب في صحاب لا ما عجبتنيش دي ما حسيتهاش دي ليه ما حسيت ايه كلميني عن الاصدقاء وخاصه انه يعني برضو انتوا لسه طالعين من محنه وفكره فقد الزوج وكده وانا عارفه ان الواحد لما بيعدي باي محنه بيفلتر الناس بيشوف بقى مين الصاحب مين اللي مش صاحب مين اللي بيحب بجد ومين المصلحه مريتي بده؟ بصي بالنسبه للحقيقه بالنسبه في المحنه لا كان في حواليا ناس حبايبي كتير
يمكن أنا اللي كنت بهرب. يعني مثلا حد من أصحابي ساكن بعيد عن المنطقة اللي أنا فيها، فيكلموني بتقول له على فكرة إحنا مش عارفة جايين لك في الطريق دلوقتي. أقول لهم ليه؟ جايين لي ليه؟ طب عشان نخرج. لا أنا مش عايزة أخرج. مش عايزة. يعني أنا اللي كنت في الفترة دي اللي معرفش، يعني يقولوا لي لا لازم تخرجي، لازم تفرجي عن نفسك، ما ينفعش ده، لو هو موجود ويبقى عارف انك بتعملي في نفسك كده هيزعل مش كده. بس انا كان عندي حاله، قصدي اقول لك ان كان في اصدقاء يعني بيحوطوني يعني فعلا. انما من ناحيه الصداقه بشكل عام اقدر يعني هو في صداقه؟ ده سؤال؟ اه سؤال طبعا. انا لا اجيب على هذه الاسئله. ليه يعني لازم تجاوبي يعني. انا مش هجاوب على السؤال ده. في طبعا في بس يعني خلاص يا ايمن مش هحكي. خلاص وصلت الاجابه، شكرا. لا بصي انا هقول لك، انا اصحابي على الفيسبوك ما اعرفش بيتوسموا فيا ان انا يعني ممكن احل مشاكل او حاجه، فدايما الاقي يشتكولي جدا من الاصدقاء ومن خيانه الاصدقاء ومن، فانا ابقى متضايقه قوي واقعد انا انصح وكده ومش عارفه. فعشان كده بقول لك هو في صداقه. انا بالنسبه لي عن انا تجربتي الشخصيه عندي اصحاب بس لا يتعدوا اصابع اليد الواحده. ده يبقى كرم من الدنيا على فكره، لان هو الاصدقاء الحقيقيين مش لازم يكون، يعني ممكن تبقى في معارف كتير وناس محترمه كتير بالزبط. بنعرفهم ويبقوا اصحابنا، لكن الصداقه اللي هي القويه قوي لو الواحد عنده 5 اصدقاء يعني ده يبقى. لا انا ما بقولش 5 لا يتعدى. لا بخمسة مين يعني لو عندك صديق او 2 او 3 اصدقاء أيوة حقيقيين ده يبقى رزق. دي مش عارف مش متاكده. لا ده يبقى رزق كبير جدا جدا جدا. لا يعني الى حد ما يعني اقدر اوصف الحاله حاله الصداقه اللي في حياتي بحاله جيده. جيد. اديها جيد. برج ايه؟ انا جردل. الدلو. عارفاكو. عارفاكو. عارفانا. عارفاكو كويس جدا. قبل ما نطلع لفاصل بس هوريكي فيديو زي مفاجأة كده لذيذة نسمعه والله. وبعد كده نطلع لفاصل ونكمل. ممكن نشوف الفيديو بس هنرجع بعد الفيديو صح؟ نشوف الفيديو. مش هنسى ابدا ان لما كنت هنا في DMC كان اول اتصال هاتفي كان جالي كان منك. دي فرحتني جدا الصراحة. غير طبعا ان انا ببقى مبسوط بدعمك ليا كل وقت في حته ان انا اصلا عايز امثل، انت اول حد قلتي لي على الطريق، فكان بالنسبه لي حاجه حلوه جدا ان اول حد اكتشف فيا حاجه قبل ما انا اكتشفها في نفسي كان هو اول حد كلمني لما كنت في البرنامج هنا في DMC. انا بحبك قوي وانت عارفه انت عندي قد ايه، مش عاوز ازوق في الكلام وازود في حاجات انت اوريدي عارفاها، بس ربنا يخليك ليا ودايما منوره كده في كل حته ويا رب الفيديو ده يعجبك. طبعا يعني انا مهما اتكلمت مش عارف ادي جدتي حقها، لان هي يعني اللي بتعمله كتير قوي ودايما يا حبيبتي شايله همنا ومركزه مع كل تفاصيل. احنا في ايام بنبقى انا وعمر مثلا خارجين بره متاخر وبتاع، حتى ما بتنامش غير لما تتاكد ان احنا روحنا. يعني هي طول عمرها شايله همنا وعلى طول مركزه في اصغر التفاصيل، ولو ببقى نفسي اخليها يعني تهدى وما تقعدش تفكر عشان ما يعني ما تبقاش قلقانه، ويعني على طول بتفكر فينا. يعني انا حبيبتي بحس ان هي عايشه عشاننا او عايشه عشان تشوف احنا عايزين ايه، احنا محتاجين ايه، احنا هنعمل ايه. يعني هي ده اكتر حاجه هي بتعملها. فمهما حاولت اشكرها ومهما حاولت ابين لها قد ايه احنا كلنا يعني ممتنين جدا باللي هي بتعمله ده، مش هديها حقها، لان هي تستاهل اكتر بكتير من اي حاجه ممكن اقولها. يعني اي حاجه انا هقولها هي تستاهل اكتر منها بكتير. فمبسوط ان هي معاكم النهارده و
مبسوط ان انا ان انت ادتولي الفرصه ان انا اعبر لها عن قد ايه انا بحبها، قد ايه هي يعني مهمه في حياتنا، وان احنا كلنا من غيرها ولا حاجه يعني. فربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، ويخليكي دايما في ظهرنا كده، ويعني مهما قلت لك انا بحبك قد ايه عمرك ما هتتخيلي. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ده حالق على عشان فكره عنده دور، عشان عنده دور. انا عايز اشكرهم، عشان مجند عمرو محمد رياض ومحمود عمرو ياسين. عمر محمد رياض، عمر محمد رياض ومحمود محمود ياسين اللي هو محمود ياسين الجينيور بالظبط. الاثنين الحقيقه عندهم تصوير، واصروا ان هم يصوروا الفيديوهات دي علشان عارفين انت معانا النهارده. ده بس دي مفاجاه، شوف الولاد ده انا هوريهم. ليه توريهم؟ ده هم عاملين حاجه كويسه عشان ما قالوليش. عاملين حاجه كويسه وبيحبوكي بيموتوا فيكي. ف ده هم اهم حاجه في حياتي، هم الولاد دول والله العظيم اهم حاجه في حياتي. لان انا يعني انا مثلا ايه حبيبي عمرو اتجوز صغير قوي. فانا كنت يعني اقول ايه ده اخطب لحد في ثانويه عامه ازاي يعني؟ كان في ثانويه عامه لما خطب. ليه لما خطب توتي حبيبته بقى في على الديسك قاعدين والا لازم الله. فكنت الاول ببقى كنت ايه ده مخضوضه. طب هما طبعا يعني قبل ما يعني اخر سنه فاتجوزوا. فكنت انا بقى اقول يعني لسه صغير ولسه دلوقتي بقول الحمد لله انهم عملوا كده. لما بشوف بقى محمود بسم الله ما شاء الله، يعني اشوف احفادي يعني كبار ما شاء الله قدامي، فعرفت فايدة ان دي فايدة ان هو اتجوز صغيرين. احنا معانا اصلا مشاهد من الفرح، خلينا نشوفها كده. يا انا عارفه فيها صوت بس خلينا نشوفها. ده فرح عمرو صح كده؟ ده فرح عمرو. ودي رانيا. انتوا جبتوا الحاجات دي منين انتوا؟ انتوا ايه ده؟ عندنا مريم خطيره هنا يا اولاد الايه. فده كان الفرح وقتها، كان هو فعلا صغير جدا. ايوه ده حبيبي يا فاروق. فاروق الفيشاوي الله يرحمه. يا بيقولوا الاحفاد فعلا بيتحبوا اكتر من الولاد. اللي هو اعز من الولد. اعز الولد ولد الولد. انا شخصيا عيالي يزعلوا مني بقى. هيزعلوا؟ ما اعتقدش حد هيزعل لو عرف ان امه تحب ولاده اكتر. يعني ولادي طبعا جدا جدا هم كل حاجه يعني، وانا عملت كتير عشانهم يعني. كنت ما بشتغلش كتير عشانهم عشان ما اسيبهمش. كان يبقى عندي تصوير افلام فيها سفر ما كنتش اسيبهم. كنت اعتذر. مسلسلات كانت اياميها بتتصور في دبي وعجمان وكده، ففيها سفر اقعد شهر وشهرين لا اسيب الولاد واقعد شهر وشهر اعتذر. فكنت انا لا، ولادي كانوا بالنسبه لي حاجه كبيره، ولادهم بقى حاجه اكبر بكتير. هنطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع بقى نكمل ونشوف بقيه الحاجات الفيديوهات والمفاجآت اللي معانا تاني. ايه ده؟ والله برضو يا بيومي مالكش حق. قصه مكواجي غير برضو صبي مكواجي. يا بنت انا ما طقش اقف في المحل طول النهار من 9 الصبح ل 7 بالليل، ده طاق. انا كده حر نفسي، خفيف خفيف الف في الشوارع على البيوت، اسرق لي ربع ساعه القهوه اخد بوري، اشوف وشوش جديده، عالم غير العالم. سيدي يا سيدي، اشوف وشوش جديده، عالم غير العالم. طيب عيني علينا. بقول لك ايه يا بيوم، اوعى اياك تفكر عينك تزوخ كده ولا كده. فاشر يا بيت بقى، انا يبقى معايا القمر في البيت وابص للنجوم في الشارع. عارف يا بيومي، نفسي اغمض وافتح عينيا الاقي عندك محل مكواجي بتاعك ملكك، وانا بقى بطل شغل واقعد متستته في البيت. وانا بعتلك الصبي بتاعي ياخد المكوى. اختشي يا بيومي، امي لسه صاحيه. ويعني هي امك تكره انها تشوف بنتها سعيده مع جوزها؟ بقى يا اخويا، بس سعادتنا دي بقى ما تكملش الا بالفلوس. فلوس يا بيت؟ هي الفلوس هي اللي بتجيب السعاده؟
لا بقول لك ايه، بطل كلام الروايات دي. ايوه الفلوس هي اللي بتجيب السعاده، ان جعت الفلوس بتوكلك، ان اتعريت الفلوس بتكسيك، ان زهقت الفلوس بتفسحك. يا بنت يا فتحيه الصحه اهم. ونعي مخلوق اسمه المراه، واحد من المسلسلات الحلوه قوي اللي كانت كل حلقه بشخصيه. كلمينا شويه عن المسلسل ده، وخاصه الواحد عايز يشوف الحاجات الحلوه دي. والله المسلسل ده اولا يتيم كده وغلبان وما بتعرضش، ممكن في ماسبيرو بالحقيقه زمان. انا نفسي دي ام سي دراما، عندنا في دي ام سي دراما تجيبوه. وحلقات يعني الحلقات اللي هي الحلقات المنفصله، كل يوم شخصيه، اللي هو ايه الموضه اللي ماشيه دلوقتي. خلينا نقول نداء هنا من هنا الاستاذ يوسف الفخراني، هو يعني على طول بيدور على الكنوز دي. مخلوق اسمه المرأة، مسلسل حلو قوي، والتيمه بتاعته زي الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي، كل حلقه بفكره وبشخصيه وبحكايه. شوفوا على دي ام سي دراما، بعمل 15 كاركتر. يعني انا فاكره اياميها كان الاستاذ الكاتب الكبير الله يرحمه احمد صالح، لما عملت المسلسل ده كتب كده مانشيت شهيرة صاحبة الألف وجه. يعني المسلسل ده أنا لحد دلوقتي بيسألوني عليه وبستغرب الناس دي، الجيل الجديد ده عرفوه منين؟ مجرد إنهم شافوه في ماسبيرو زمان، اتجننوا علشان أو على يوتيوب. الناس بتدخل تشوف كل حاجة دلوقتي، أو على اليوتيوب بيدخلوا يشوفوا كل حاجة. وعلى اليوتيوب طبعا، ما هم قالوا لي، ما أنا أقول لهم بتشوفوه منين؟ يقولوا لي في اليوتيوب. ابقى زعلانه انه هو ما بينزلش، مع ان بتكرروا مسلسلات كتير كتير ورا بعض. ان شاء الله نشوفه قريب على دي ام سي دراما ان شاء الله. ان شاء الله. انا كمان عرفت عنك حاجه جديده، انت بتحبي الحيوانات، بتحبي الكلاب، عندك كلاب صح؟ لا عندي كلب. كلب واحد. كلب واحده قليله الادب. اسمها ايه؟ مش قليله الادب، شوجر. شوجر. شوجر سكر. سكر. احكي لي عنها شويه. طيبه ورقيقه والله. طيبة ورقيقة وناعمة وعايزة تتدلع على طول. عندك من زمان ولا؟ لا بقالها سنتين. سنتين دي صغيرة. احنا معانا برضو فيديو لشوجر، بس قولي لي ايه ده؟ دي شوجر. دي شوجر؟ يا نهاركوا ابيض، انتوا سرقتوها ولا ايه؟ دخلنا البيت وصور، دخلنا جوه البيت وصورنا. ليه وانا كنت فين؟ يعني دي اسرار الشغلانة. بقى لها سنتين، قولي لي عملت ايه في حياتك؟ غيرت ايه في حياتك؟ الكلبه الحلوه. لا بجد دي. بس دي مش شوجر. والله هي. خبر، انتوا دخلنا انتوا بتعملوا ايه؟ لا لينا مصادر. لا ايه يعني بتونس؟ حلوه. لذيذه يعني، على الاقل اروح في حته ماشيه ورايا، انام تطلع تنام جنبي على السرير، مؤدبه يعني، لو قعدت اكل هي قاعده مؤدبه، اذا انا اديتها اوكي، ما اديتهاش هي مؤدبه. معلماها انا يعني. معلماها يعني في حوار، بتفهمني. النهارده لما كنت انا ملبوخه قوي عشان انا بقى تعبانه وعندي دور برد وعماله بقى محتاسه وانا بلبس، هي ورايا تيجي حاسه بيا ان انا محتاسه، بتبقى متوتره لو صاحبها وتبص لي واقفه كده تقول ايه هي مالها النهارده كده، مش طبعا مش طبعا في حاجه جديده مش عادتها في اليوم. فلا يعني بتحس بيا، بتحس بيا قوي. انا عايزه اقول لك الف سلامه عليكي، مش عايز اطول عليكي اكتر من كده، وايدك كمان انا شفت لسه واخده بالي كمان. بصي انا جايه لك متدغدغه. الف سلامه عليكي والله، يعني مش عارفه اشكرك ازاي تاني على مجرد ان انت جيتي النهارده في مساء دي ام سي، واشكرك اكتر واكتر على ان انت جيتي وانت مريضه، علشان التزمتي يعني بانه في ميعاد هوا وتسجيل، والناس كلها عماله تبعت واحنا يعني شغالين، عايزين نشوفها قريب، خليها ترجع قريب. فان شاء الله في اقرب فرصه، انا عارفه زي ما قلتي عندك مزاج شويه في الشغل وبرج الدلو، طبعا يعني صاحب مزاج كبير في كل حاجه في حياته، بس ان شاء الله يكون في حاجه مناسبه ليكي وتوافقي عليها ونشوفك قريب ان شاء الله. سي يا ايمان، شرفتيني ونورتيني. سي يا حبيبتي. كمان بشكر حضراتكم، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع القادم.